مشروع ممول من قبل وزارة الثقافة عبر صندوق الثقافة، مشروع جسور الموسيقي الذي يدعم تنمية المواهب الموسيقية الشابة الفتيان والفتيات، سواء على العزف على الآلات أو من خلال غناء الكورال أو من خلال الدبكة. نحن ننظر لمثل تنمية هذه المواهب بأهمية كبيرة، لما يمكن لهذه الطاقات الشابة أن تقدمه من إبداعات للمشهد الثقافي الفلسطيني في المستقبل. الوزارة لديها خطة كاملة من أجل دعم القطاع الثقافي في قطاع غزة، ومن أجل الحفاظ على حيوية هذه المؤسسات، لأننا نريد لشعبنا دائما رغم كل ما يعانيه أن يكون مبدعا، أن يكون محبا للحياة، أن يكون قادرا على التعبير عن نفسه بكل الطرق ومختلف الوسائل.